مرحبا بكم في DZ2USA. اليوم سنتحدث عن أجواء رمضان في أمريكا. طبعا أعتذر أولا عن الانقطاع لأن كان قد تم حظري من اليوتيوب، لم أستطع معرفة لماذا، ولكن الحمد لله لقد عدت، وشكرا لدعمكم للقناة. وإذا كنتم تتساءلون حول كيف هو رمضان في أمريكا، طبعا سوف أتحدث عنها من تجربة شخصية، ولكن لا يمكن أن نتحدث عن رمضان بدون أن نتحدث عن الأكل. فطبعا كل منطقة أو كل بلد عربي أو مسلم لديهم تقاليدهم واختلاف أكلاتهم، ولكن بالنسبة لشمال إفريقيا والمنطقة التي أنحدر منها، طبعا الحساء هو شيء مهم، طبعا التمر والحليب وبعدها الحساء. طبعا في هذا الحساء اسمه الحريرة، وصدقوا أو لا تصدقوا، هنالك صديقي أمريكي كنا نتحدث عن رمضان وحدثته عن هذا الحساء وأنه معقد جدا صراحة. الحريرة في الغرب الجزائري وفي المغرب الشقيق كذلك، الحريرة شيء مهم بالنسبة لنا لأنه حساء جد مهم، لأنه يحتوي على الكثير من المكونات وهو مهم للتغذية. فصديق الأمريكي عمل لي مفاجأة وطبخ هذا الحساء في منزله، وجلبه معه البارحة، قال لي لكي لا يتعبك الطبخ في رمضان فيمكنك فقط استعماله. فكنت طبعا في حالة ذهول، وليس فقط هذا، وهو هذه كله حساء يعني قام بتحضيره من أجلي. وكذلك هنالك طبق، ليس طبق ولكن أكلة أخرى تؤكل مع الحساء ويقال لها بوراك. طبعا في تونس لديهم البريك وهو أكبر منه، ولكن مكونات عادة تختلف. وفي الداخل هنالك اللحم المفروم وأشياء أخرى طبعا. فهذا كذلك قام بتحضيره صديقي الأمريكي لأنه أراد أن يخفف عني قليلا في قضية رمضان. وماذا أقول، يعني لا أستطيع أن أقول شيء. فهذه هي الأشياء مهمة، فأردت أن أشكره فقمت بتحضير حلويات وقمت بها البارحة. فهذه الحلويات طبعا مشهورة في شمال إفريقيا، يمكنك أن تجدها بأسماء مختلفة، يعني في الجزائر نقول لها الجريوش، ولكن في المغرب الشقيق أعتقد يقولون لها الشباكية، ولكن طبعا يمكنك أن تراها بأشكال مختلفة. فقمت بتحضير هذه الحلويات كشكرا لك له كذلك، وهو وأعلم أنه يحب هذه الحلويات طبعا. هذا في قضية الأكل. طبعا لا يخفى عليكم أن رمضان في أمريكا يمكن أن يكون صعب بالنسبة للمسلمين، ليس صعبا كثيرا لأن هنا يمكنك شراء كل شيء، هنالك الكثير من الأشياء، هنالك جاليات. فكنت متفاجئا يعني بعض المكونات التي اعتقدت انني يمكنني ان لا يمكنني ايجادها هنا. شكرا لله لقيتها، لان الكثير من الاشخاص من الجالية يجلبون الاشياء معهم، و
يمكنك أن تجد كل شيء في قضية الأكل هنا، فلا يجب أن تقول أو تقلق لأنك لن تجد بعض المكونات في قضية فقط الطبخ. طبعا هو في بلداننا المسلمة والعربية الكل يصوم، فهو سهل في قضية الأكل، ولكن لما تكون هنا بمفردك يجب أن تقوم بالطبخ إذا أردت أن تستشعر رمضان والأكل وهذا الجو الذي تعودت عليه. فهنا يجب إذا أردت أن تأكل أي شيء تشتهيه يجب أن تتصل بعائلتك وتسأل كيف يحضرون هذا وذاك بالتفصيل. إذا كنت لم تدخل إلى المطبخ في حياتك مثل حالتي يجب أن تقوم بهذه التحديات، ولكن في الأخير تتعلم، يعني تتعلم وتصبح قادر على أن تطبخ أشياء تقليدية من ثقافتك، وهذا شيء جميل جدا. في قضية الصوم والعمل طبعا ليس هنالك شيء يتعلق بالعمل ورمضان في أمريكا لأنها حرية شخصية، فساعات العمل هي نفسها، ويمكن أن يكون المشكل الوحيد الذي تتعرض له هو قلة النوم. طبعا في رمضان في الليل لا يمكنك النوم، يجب أن تأكل ويجب أن تذهب للعمل مبكرا، يعني يجب أن تعلم متى يجب عليك أن تذهب إلى النوم، متى يجب أن تنظم وقتك. صراحة هذا تحدي في رمضان في كل سنة، ولكن مع الوقت يعني رمضان السنة الأولى طبعا يكون غريب بالنسبة لك، ولكن مع السنة الثانية السنة الثالثة تبدأ تتعود، تبدأ تنظم وقتك، ما هو الحساء ومتى تطبخ الحساء خاصة إذا كنت لوحدك. طبعا هذه الأشياء تأخذ بعين الاعتبار، يعني لا تفكر فيها قبل الهجرة، ولكن هذه الأشياء تصبح حقيقية بعد الهجرة. ولكن ليس هنالك، أنا لا أراه شيء سلبي، بالعكس أنا أراه شيء إيجابي، لأنني أتعلم الطبخ وأشياء من هذا القبيل. لا أرى أشياء سلبية، يعني إذا أردت الصوم فهو في بلدك أو هنا ليس هنالك اختلاف في قضية الصوم، أما في قضية الأكل وهذه الأشياء طبعا هي مختلفة، ولكن ليست بالضرورة سلبية، يعني يمكنك رؤيتها بطريقة سلبية ولكن ليست هي سلبية. أنا بالعكس هنالك الكثير من الأشخاص مهتمون برمضان ويسألون عن رمضان تكون لي الفرصة لأشرح لماذا رمضان هو مفروض علينا، وشيء مثير للاهتمام يعني. فهذا ما أردت أن أقوله لكم. طبعا للأسف كانت تم حضري قبلا في قضية المباشر واللايف، صراحة لا أدري لماذا، ولكن أرجو أن تكون هذه المعلومات قد حقيقة تنفعكم. هذه ليست معلومات كبيرة، ولكن فقط أريد أن أريدكم أن تستشعروا الإحساس الحقيقي لما تصلوا هنا، ليست فقط نظريات لما تكون خلف الكمبيوتر في بلدك. هنالك الكثير من الأشياء يكونون فقط نظريات، فأحيانا لا تكون صحيحة أو واضحة 100%. أنا هدفي فقط أن أنشر بعض المعلومات
أريد أن أنقل كيف هذه الأشياء هي حقيقية هنا، فتكون لديك صورة أوضح قبل أن تتخذ قرارات مهمة طبعا. فشكرا لكم ورمضان كريم للأشخاص الذين يصومون، وطبعا نحترم الديانات الأخرى. وشكرا لكم لمتابعة DZT USA، وأرجوكم إذا لديكم أي أسئلة اتركوها في خانة التعليقات، ورمضان كريم.